السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وفي احوال جيده. رمضان كريم عليكم وعلى كاع المسلمين يا ربي. اليوم ما بغيت نبارطاجي معكم هذه الوصفه هذه ديال العصير اللي كيجي منعش ومغذي وصحي في نفس الوقت. وحطيت وصفه ثانيه على القناه اليوم ديال البريوش اللي معمر بجوج ديال الحشوات، رائع وغادي يعجبكم اكيد. غادي ندوز دابا باش نحضر معكم هذا العصير. هذا عندي هنا تقريبا واحد 7 ديال الحبات ولا 8 على حسب عدد الاشخاص ديال التمر اللي منزوع الحبه. وعندي تقريبا واحد 50 غرام ديال اللوز، ومعلقه كبيره ديال الزبيب، وعندي معلقه كبيره ديال الزنجلان والقليل من القرفه. واللي بغى يستعمل معلقه ديال الزهر ولا المسكه الحره كتبقى احسن. انا بالنسبه لي ما شربوه معايا ولادي، يعني ما بغيتش ندير لهم المظهر لانها كيقهمهم. وهنا غادي نوضع المكونات الجافه. هذا العصير هذا اللي صحي البنات، ما فيش يعني ولا حبه ديال السكر، يعني هذا التمر والزبيب هو كيطلق ديك الحلاوه، ما كنحتاجوش السكر باش هكا يبقى مفيد وصحي. من الأحسن تفاداو السكر، حنا كنقلبوا على ما هو يعني صحي، ما نبقاوش هكا بكثرة السكر. وهذه راه كاين عصائر كتيرة ولكن كتدير كمية كبيرة ديال السكر، يعني تيقول لك جوج حبات الحامض غيلوحوا لك 10 إطر وهادشي. أنا ما ضد هاد الفكرة، كما سبق لي قلت لكم في الفيديو السابق، ما نقدرش ندير بحال هاد الفيديوهات اللي فيهم هكا السكر بزاف فوق القياس. وغدا نوضع شويه ديال الحليب، تقريبا واحد الكاس، ماشي بزاف باش هاد المكونات يطحنوا ليا مزيان. يعني لتر ديال الحليب ما توضعوش كامل، وضعوا غير القليل باش هكا المكونات ديالكم تطحن. وهاد الوصفات راهم صحيين ومزيانين هكا في شهر رمضان، وحتى في الايام العاديه ماشي غير شهر رمضان، يعني بدون سكر كما كتلاحظوا. غادا نطحنو مزيان، والزنجلان خاص ولا بد انه يكون محمر، يعني باش هكا يسهل الطحين ديالو، ما يكونش خضر، يعني يكون باقي تحمرو شويه في المقله. الا كان عندكم محمر وشريتو محمر اكيد كيبقى احسن. ومن بعد ما طحنت كاع المكونات غادا نزيد عليهم باقي الحليب اللي كان عندي، بقى من لتر ديال الحليب. ويمكن لكم تضيفوا حبه ديال لافوكا ولا داكشي كيبقى اختياري. انا ما بغيتش ندخل معاه باش يبقى صحي، ما بغيت ندخل معاه لا لافوكا لا يعني لا بنان ولا شي حاجه هكا، يعني غير الفواكه الجافه كيكون منعش اكثر. وهنا العصير ديالي راه واجد كما كتلاحظوا، وجدت الكيسان اللي غادي نقدم فيهم. اكيد البنات غادي يعجبكم، متاكده جربوه هكا السحور. انا جربته دابا وقلت غنحطه دابا البنات، مادام جربته وعجبني وجاني منعش وعجب حتى العائله ديالي، اكيد بغيت نبارطاجيه معكم. كنتمنى انه يعجبكم ويعجب العائله ديالكم، حتى الوليدات راه مهم ليهم بزاف هذا لان فيه الفواكه الجافه. ان شاء الله بارطاجي معكم وصفات لشهر رمضان، وصفات اخرى متنوعه وتكون متميزه وصحيه اكيد. كنقلبوا على كل ما هو صحي ويكون متنوع. وكنتمنى هاد العصير انه يعجبكم ويعجب العائلة ديالكم ويعجب وليداتكم اكيد. وراه ماشي غير شهر رمضان، يمكن لكم يعني تستعملوه في اي يعني في اي مناسبه، وخصوصا خصوصا شهر رمضان في السحور راه منعش وصحي اكيد، لان المكونات اللي فيه كما قلت لكم ولاحظتوا اللي هي صحيه بدون اضافه سكر. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. السلام عليكم.